السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا بوكس اوبننج او ستورج اوبننج بلا صح، نبطل الجابانيز فيرجن مال كورونا دراجن دراجن كورونا دراجن نيكست ستيج مني. هذا الله يسلمكم اللي هو اللي يسمونه الاسترايك دك، هذا ان شاء الله راح ينزل عندنا شهر 2 عندنا بالانجليزي. هذا البريميوم فيرجن، في منه ستاندرد فيرجن اللي هو اللي يدك بروحه، هذا البريميوم. يقول لكم انه هو ستورج بوكس، والفكره اللي فيه انه داخله مع كوزماتكس من الديك بوكس، وهذا راح نفتحه الحين ونوريكم شنو المحتوى حق انه الشباب اذا يبون يطلبون. وطبعا اوكي، هذا هو شيء البدايه عندك، هذا اهم شيء بالبوكس كله. هذا اهم شيء بالبوكس كله، هذا الله يسلمكم فريم تقدرون ان تفتحونه بعدين وتحطون فيه اي كرت تبون، بس ان هذا داخله مثل اس بي فيرجن حق الكراست. الكراست اللي هي نيو ميكانيك، بحيث انه يسمح حق بس ان كرونوجيت انه يقدر يسوي سترايدنج. طبعا ان فول تكستشر فويل، تقدرون من ورا تروحون تفتحون البراغي، زين تفتحون البراغي، وهذا اساس انه يتركبون على الاطراف اساس انه يصير ستاند باي طريقه تبون. طبعا هذه احد الاشياء اللي تكون معانا. في بعد عندنا لو تروحون تحت باقي الاغراض، عندنا اللي هو الفليمات، نفتحها بعدين. عندكم بعد الدك، اكبر فرق بين الدك بالبريميوم بوكس وبين العادي ان هذا راح يجي كله تريبل ار، والجريت فورس راح يجون كلهم بودرلس فريمليس اس بي. بعدين عندنا هذيلي مثل كارد هولدرز، على شكل المين يونت عندكم كرونوجيت، سموك جير، كرونودران، مغيرين الاماكن ميزر جير، وبعدين علامة اللي هي الجير كرونيكل. طبعا هذيلي يكفون ان تحطون داخلهم اللي هو شو اسمه الرايد لاين اذا تبون، واللي انا اللي راح اسويه راح اخذ الرايد لاين احطهم بسليف واحطهم داخل، وتقدرون ان تستخدمون كسليف خارجي للدكات. في بعد الدك بوكس، والله الماتيريال مالته قويه ويعني ممتاز الصراحه، ممتاز. ويجي معه هذيلي اركريلكس ماركرز، بحيث انه تقدرون تحطون عليهم اللي هو الكريتيكال الباور بوست، على اساس انه اذا الافكتات تغير بالاشياء. واخر شيء راح يبقى عندكم اللي هو البوكس نفسه، تقدرون تفضونه راح يصير كستورج بوكس حق الكروت، هذا نفسه تقدرون تحتفظون فيه وتخلونه، وايد ممتاز. البلاي مات، طبعا البلاي مات على كرونوجيت حبيب الجماهير، والله ناب بعد من الماتيريال، بعد الماتيريال وايد قوي صراحه. yeah. فهذه من فقلنا راح يجي لكم بلاي مات، ديك بوكس، ديك فل تربل رير و اس بي، ارك ريليك، بروتكتورز او بالاحرى اللي تقدر تحطون فيهم الدكات، والفريم اللي راح يكون داخله الفويل كريست ميكانيك. الحين نفتح لكم الدك. صراحة للأسف ما حطوا سليبات حق للأسف ما سووا لا سليبات بروح ولا انه كان معه. طبعا الدك راح يكون طبعا كل تربل رير، زين. الرايد لاين اللي هو بالاحرى اللي هو الكرت الاساسي كرونوجيت راح يجي منه اربعه، مع انه ما عليه
مع انه ما عليه اللي هو البرسونا رايت. زين هو ما عليه علامه البرسونا ولكن في سبب انه ليش ما اعطينا مور كوبيز منه. طبعا راح يجي فويل تريبل رير. وطبعا هذا الكرونو جوست اللي هو شو اسمه الاولاني نفسه يعني. الاولاني نفس الافكت بس انه ديزاين غير. هذا من اول ما بلش يعني الجي يعني كان يعني كرونو جوست هو نفسه هذا الاولاني اللي احد فيكم يعرفه هو نفسه بس حاطين حقه وحق الاوردرس. فيعني ولا ابيليتي كله طبعا يعني. يعني طبعا اذا عندكم اللي هو الفيرجن القديم مال الجي اس بي ولا هذا تقدرون تلعبونه بداله. بعدين عندنا الرايد لاين سموك جير دراجون ميزر جير وكرونو دران. كرونو دران باقي له ستارتر اللي هو يدرو وان كارد. ميزر جير اللي هو المين جيمك حق الجير كرونيكل. لما تسوي له رايد على كرونو دران you will draw an extra card and you get the crest. The crest اللي هو مثل it's not exactly a set order بس انه مثل ما تقول كنا فورس كنا فورس يس بس انه تحصله as like a board state مثل ما تقول final rush انه خلاص تحصله لنهاية الجيم. هو بالاصل يعني مثل تقريبا بالضبط يعني فورس. يعني انت لما الحين تسوي رايد على ميزر جير انت راح تاخذ الكرست من برا يعني مثل الفورسات وتحطه شو اسمه يمك عشان تقدر تستعمل الاسترايدات مالتك والابيليتيات مالتك. وميزر جير when you ride when gray 3 rides on top of him soul blast 1 search for any gray 3 from the deck add it to your hand. بعدين يعطونا أربعة من ستيم فايتر بليف يلا خلينا نسميه بليف خلينا نقول بليف حاليا يلا اوكي. كان اول شيء راح يعطونا ثلاثة منه بس الناس قالوا انه هو وايد زين يعني هو اتس اكشلي ا جود اتاكر وجود وايد زين على اساس انه لما تقطع من ايدك هم يسحبك كرت. طبعا عنده رجعوا سالفة اللي هي الجي بي ان تحتاج جريت فوز يكونون مكشوفين بالجيزون او اون ذا فيلد على عدد الموجود على اساس ان الافكت يكون شغال. فافكت الاولي ان اذا اي يونت رجع الباتم اوف ذا ديك سواء انت او اللي ضدك هي جيتس 10 كي باور كونتينوس. ولما تقطع لما تقطع حق ان سترايدنج يو درو وان كارد. اتس اكشلي ريلي جود ريلي جود بيت ستيك. بعدين عندنا أربعة Upstream Dragon. Funny enough أنا ما لعبت أيامه ولكن أحب هالكرت. أحب هالكرت على 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 أفكته. GB1 when he attacks he can get plus 5k. بعدين at the end of the attack it's a cost لأن القديم كان mandatory إنه بعد ما يطيق لما تزيد الباور يروح البوتم يجيب لك grade 1 بس هالمرة خلوه كوست ان بعد الطقة تقدر تحط ترجع الباتم اوف ذا ديك وتجيب جريد 1 تو ذا باك رو سبيسيفيكلي ذا باك رو از ستاند. بعدين عندنا اللي هو السبورتر جريد 2. هذا جريد 2 جديد فكرته ان هيز اي 5k interceptor. Let me double check. Yes. هو لما يروح على الجارديان سيركل سو بلاست 1 هي جيتس بلس 5 and if you have a face up card in your G zone yeah if you have a face up card in your G zone he gets plus 10 instead of plus 5. بعض الناس يلعبون منه I think يلعبون واحد او اثنين. It's a good defensive card. Best girl is back. Steam guard Aram. لا Steam maiden. Steam maiden Aram is back. Triple rare. للأسف كان ودي إنها تكون SP. هي نفس أني dark state PG ولكن هي وايد مهمة. Cause it's support for chaos. It's another different name PG. So it will support chaos and that's all I care about. بس هم مو حاطين إن هي نفس باج البي جيز يعني. إذا بيدك مثلاً كرتين أو أقل يكون بلاش صح؟ يا لا it is نفسه صح؟ قلت لك نفسه أفكت لا. أوكي. One hell of an upgrade this guy Steam Breath Dragon. Oh my god where do I start with him?
افكته انه اذا عندك الكرست للاسف يعتمد وايد على الكرست تقدر تقطع من ايدك تسرج يا دكك يا الدروب على كرونوجيت سبيسيفيكلي وتضيفه بايدك. يعني افضل من كذي بعد يعني رايد فيكسر ماكو. بس للاسف لانه يحتاج الكرست مو البريميوم ما راح يستفيد منه, ولكن الاوفر درست راح يستفيد منه وايد بسبه نيكست ستيج, ونيكست ستيج راح نرجع له اياه بعد شوي. I honestly do not remember what this guy does. جسمه هو اذا ما خفضني انه هو يزيد باور 5000 اذا انت سويت باونس عند رقاق خصمك تربطه بالدك. And I think he can intercept from back row. Yes, GB1 he can intercept the back row. Okay. طبعا هذا اكثر شيء راح استخدمه I think مع اللي هو time leap. لما تطق بابستريم او لما تسوي تايم ليب حق الجريد زيروز او الكرست اللي راح نشرحها بعد شوي. Also one hell of an upgrade. Steam Maiden GG when placed on rear yard circle if you have the crust soul blast 2 draw a card, choose your vanguard, give it +5k. If your vanguard is chrono jet, if your vanguard is chrono jet, he gets +5k. Yes. أفضل من كذي generic draw one for no reason. It's good. I think you need chrono jet to use all effects, right? No, I'm pretty sure in it's just when it's placed. Yeah, in all place. No, you need chrono jet. Sorry. Yeah. My bad. You need actually chrono jet. Yeah. Chrono Jet, Soul Blast 2, draw a card, and your Vanguard gets +5. طبعا الدك كله شفتوه كان triple rare, ولكن we have يكمل over trigger, والتريجرات للأسف كلهم comments. طبعا معطيكم rainbow triggers, 4 heals, 4 draws, 4 fronts, 4... No, actually, 3 fronts. Oh, 3 fronts, sorry. Because of the other trigger. الكروت اليابانية غير يا جماعة, أكبر من الكروت الأمريكية. ضخمة. Okay, فرق السماء بقاعدة. They're thick. The crust. طبعاً راح تحصل منه العادي, التريبل رير فيرجن. أنا ما أذكر إذا بالدك الأساسي اللي هو العادي راح تحصله كومن ولا راح تحصله فويل, ما أذكر. بس إحنا مني هم من يعطونك اللي هو textured one. So what does the crust do? Effect الأول إنه it allows your vanguard to stride as long as it is chronojet named. Second skill إنه you cannot ride any grade 3 other than chronojet. وEffect الثالث For each face-up card in your G-Zone, which is... I will explain in a few minutes. Each card in your G-Zone, your front row gets +5k. هذا تعويض حق البرسونا رايت. ولكن التعويض هذا... خالد عطى رايك. Let you experience it first hand, يعني. والله... يعني, okay. It's a 5k for each face up, okay? But you know, if it says like for each face up, why do you make it worse than persona? يعني? لأن it's tax. لأن إذا صار عندك اثنين هذا 20k للفرونت رو. إذا صار عندك أربعة face up 20k to the front row, which is big. Yeah, exactly. Like you know, it's every single turn. لأن persona you don't exactly get the persona every single turn. The persona you need another copy. This is active every single turn. That's the biggest difference. The thing is, like, this is even bigger because the much used your G-Zone, the most used it, like, Fate Rider flipping the G-Zone, you get more power for that. And things for the G-Zone is the Fate Rider gets even power because every time you use it. Yep. And last, by the way, last thing is that Current Jets becomes 13k pace because he's 11, basically. Like I said, it's the same as first one. Like, everything about it is the same as the first one. But this crest, unless it becomes a 13k based, and you can't use any other greatest except Chrono Jet as a right.
And the last skill is when at the start of the battle phase, you can choose any unit in the field and make it grade 0. Very important for time leap. The main event. Why we bought the premium? We got the Jizan for SP frameless Fate Rider. أحلى من كذي بعد ماكو. دلع دلع اليابانيين دلع. So the Jizan. You gotta get it soon, even in English, right? Yeah, I think it will be the same as the English. Yeah, it's gonna be the same. So, Jizan is, these are great foils that goes outside the main deck. They are like extra deck cards. They have their own deck, and you can only access them if your opponent is also a grade 3, and you need to discard a grade 3 from your hand or a total card. There's some grade R3. And then you can take this from the extra deck and slap it on top of your Vanguard. Like example, like if you have grade 1 and grade 2, you can discard those two. And you can use as for stride for any of the G units. Or you can just use the grade 3 itself. طبعا اللي هو there is also called the stride step, which is happens after the ride step. As soon as you ride, you enter stride step and you check the condition. Fate Rider. So, وين أبدي معاك يا شاقول؟ وين أبدي معاك؟ أول شيء حق البريميوم بلايرز It's a Gear Dragon aka Gear Groovy تفضل حصلت another toy to play with because they changed his skill from an act to an auto He's now an auto skill that Gear Groovy can abuse So his skill, when he attacks, Canoblast 1 Choose any of your rearguards, put it at the bottom of your deck, and call one unit that's one grade higher. So if you that adjust grade 0, you bring grade 1. So wait at grade 1, you bring grade 2, so on and so forth. Since it does mid-battle, it helps you to have the fourth attack. This is why the crest, the last effect, why it's in, because when you make the grade 0, تقدر تسوي له باونس بحيث ان مثلا عندك جريد 3 لانه ما عندك جريد 4 بالمين دك جريد 3 تخليه صفر بتطق فيه تطق فيت رايدر فيت رايدر يرجع الدك از جريد 0 وتجيب جريد 1 ف ات هيلبس يو ان ذا مالتي اتاك وير نوت دان ذو بعدين فور ايفري فيس اب كارد ان يور جي زون ذات يونت جيتس بلس 5k سو ذس وذ ذس وذ ذس يا PG or GG, pretty much. So, that's Fate Rider. And for the final cards? The meat and potatoes. The ham and cheese. The one and only frameless SP Chrono Dragon next stage in his glory. Look at this bad boy. Look at this bad boy. So, you want me to zoom it then? No, that's enough. So, الحين لما قلنا لكم انه عطوا مع انه ما تحتاج اكثر من كرت واحد حق الرايد ديك كانوا معطينا اربعة تونجت. The reason behind this او راح اقرأ السبب لانه to stride next stage specifically you need to specifically discard Chrono Jet Dragon specifically على أساس أنه تروح للسترايك طبعا أفكته At the end of his attack Canoblast 1 Discard 2 Let me repeat this again At the end of the attack Canoblast 1 Discard 2 The old one used to be Discard 3 This is a Gear Dragon as well Gear Groovy You got an upgrade again. Canoblast 1 discard 2 ترجع الكرت جيزون. There's no persona flip, which is you flip any card in your جيزون. Fate Rider does need to flip a card in your جيزون. You put this card back to your جيزون. Choose your Vanguard with Chrono Jet in the name. Restand him. That's another Vanguard swing.
Do I need to remind you what does the over trigger does? And for those who doesn't know, Chronojet has a skill that says when he attacks, if you have two face-up cards in your G-zone, your opponent cannot use grade 1 or higher to guard. And guess plus 5, okay. And guess plus 5 as well, but that doesn't matter. All that matters is that you cannot use grade 1 or higher. It means no PGs. But, you know, like, if you have Swirl, Brainwash, and behind the Chronojet, and you Soul Charge, if you have ability like the Soul Charge 2 or 3, like, you have a really big number, and you attack with Chronojet, and on top things off, you have a Crest to get 5k for each face-up card in the G-Zone. Yeah. You literally like huge power, and your opponent gonna have a hard time to use PGs against Chronojet Dragon. فإذا الجيم ما انتهى على دورك الرابع أو الخامس الصراحة تبغى ما تعرف تلعب اللعبة. So that's pretty much the whole deck. I'm not gonna lie. الكروت شكلها حلو ويعني الفرق أكبر فرق بين إن الكروت الأمريكية واليابانية إن الكروت ما شاء الله يعني إن they're thick و high quality. I hope you all enjoyed the opening. I hope this gives you enough information for the to pre-order, hopefully for the upcoming premium. تقدرون تروحون تشيكون بالمواقع online. And we'll see if we get exactly the same thing or not later. يعطيكم العافية. إن شاء الله استأنستوا على الفيديو على كورونا جد دراجون. يعني صراحة عجيب. فإن شاء الله تسوون سبسكرايب لايك أو تحطون كومنت وإن شاء الله بعد يعني نسويكم بعد فيديوهات حق فايتس إن شاء الله يمكن نسوي لكم هذا فايت بين كورنجت ومرباتش يمكن فإن شاء الله عجبكم ونشوفكم إن شاء الله مرة جاية.